حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم من جديد وحلقه جديده من صغار ستار. نبدا وياكم في فقره السوالف. قبل ما نبدا بس نتعرف على الموجودين معانا واللي حاضرات اليوم ما شاء الله عليهم، اللي ما شاء الله كلهم رايحين زواج. واحده لابسه فستان متمكيجه وحركات واستشوار. ها تعرف عليك انت، شو اسمك؟ نوره. يا هلا وسهلا. غيد. شو اسمك؟ غيد. غيد، عندك اخت انت صح؟ قد جت عندنا في البرنامج؟ ما قد جت؟ وانت شو اسمك؟ عايشة. وانت يا عسل شو اسمك؟ تيفا. تيفا، شو جايبه معك تيفا اليوم؟ الله الله، جايب معها شنطتها كامله ما شاء الله، حاطه المكياج فيها وحاطه فيها الالعاب. اوه هذه بنتك ما شاء الله على بنيتك. ها هذه مو بنت، هذه جده. جدتك هذه ما شاء الله، جايب معك جدتك. ها تكبت تركيب بس ما شاء الله. شو اسم جدتك ذي؟ شو اسمها؟ أمها وين راحت؟ أمها راحت السوق. راحت السوق، يا الله. ليش أمها تروح السوق وتخلي جدتك تخلي أمها لحالها؟ معليش خربنا، معليش. ليش راحت السوق أمها؟ عشان تقول تقول لأمها اشتري لي. وشو؟ تقول اشتري لي. طيب امسكي جدتك، لا تخلينا بالشنطة يا حبيبتي، خليها جنبك. وانت اسمك يا عسل؟ هيا. ها؟ هيا. هيا. شهد. شهد، حياكم الله معانا في صغار ستار. اليوم بنتكلم عن الإجازة، وين بتروحون فيها؟ قبل رمضان وبعد رمضان ايش بتسوون؟ شوف تسوين انت؟ يمي. صورنا نلعب. شلون؟ صورنا نلعب سيارة. تلعبون سيارة؟ ما عندنا بنات يلعبون سيارات حنا. ايه هش. انا ما قلت ما اركب سيارة. تركبين سيارة قصدك يعني؟ ما تسوقين سيارة انتي؟ ايه ما اركب سيارة. بعدين اصدم. بعدين تصدمين، اسم اللي عليك ويدق عليك الدفاع المدني صح؟ ايه. الله عليك، حلو. شو اسمك انتي؟ عايشة. انتي وش سويتي بالاجازة؟ شو تسوين؟ ايش قاعد تسوين بالاجازة؟ ها؟ ايش تلعبين؟ اي شيء. وش اي شيء؟ علميني ايش تلعبين؟ اي شيء كذا بس تلعبين؟ علميني ايش تلعبين يلا. ها؟ ايش تلعبين؟ كان جبت ابره وخيط عشان تخيط الموضوع غير. ها؟ صح؟ حلو، وانت يا عسل يلا. اسافر. ها؟ اسافر. تسافرين؟ الله عليك. وين تسافرين؟ باريس. يا عمري. تروحين باريس؟ شو تسوي هناك؟ شو تسوي في باريس؟ تاخذوني معاكم باريس؟ لا. ليه؟ خذوني معاكم. لا. خذوني معاكم اصور لكم هناك، اسوي لكم برنامج في باريس. ما تبين؟ مرة؟ قد رحتي باريس؟ ايوه. ايش شفتي هناك في باريس؟ مرتين رحنا باريس. وش سويت في باريس؟ في ثلج هناك؟ لا. ايش فيه؟ ايش فرق يعني باريس عن الرياض؟ عندهم مزينة كذا؟ ما عندهم زينة. إلا. لا ما عندهم، عندهم تصوير وكاميرات وشغل. ايوه. في؟ ايوه. برنامج صغار ستار؟ لا. ما في صغار ستار. ايش في هناك؟ شوف العاب زي كذا. إيه؟ شوف هنا في العاب كثير. ايه في العاب كثيرة. ايه في العاب كثيرة. تحبين العاب انتي؟ ايه. وانتي وين تروحين بالاجازة؟ انا قلت لهم امه لا. إيه؟ خاف تموت. صح عليك، خاف تموت، بسم الله عليها. بدي اذا ماتت وين تروح؟ امها الحين راحت السوق ولبستها فستان. يا ليل السوق، خلاص راحت السوق ولبست فستان، عرفنا الموضوع. في شيء جديد؟ ايه. بعدين ربطت بعدين لبستها قبعة. قبعة، اوكي، يعطيك العافية. وانت يا قلبي شو اسمك؟ نورة. يلا يا نورة، وش تسوون بالاجازة؟ وين بتروحون؟ مسافر. كلكم تسافرون؟ وين تسافرين؟ أنا مسافر لندن. لندن؟ إيه. واحدة تسافر باريس وواحدة تسافر لندن. وأنتِ جنيف؟ لا. ها؟ دبي. دبي، حلو، زين، وأنتِ؟ وين؟ دبي. ها؟ طيب يلا قولوا لي، أنتِ في لندن، أنتِ في باريس وأنتِ في لندن، صح؟ لندن وش فيها؟ وأنت ما قلت لي. فيها ثلج، إيش بعد؟ أسافر
في الحديقة. ما شاء الله عليك. كم ما شاء الله تبعد الحديقة؟ تروحون طيارة ولا سيارة؟ طيارة. تروح الحديقة بطيارة، ما شاء الله عليكم. حلو، يعني يركبوني طيارة. يركبك طيارة؟ يركبوني طيارة سريعة. سريعة، كم تقعدين عشان توصلي الحديقة؟ الحين. بسرعة، صح؟ ما عندك تركبين أنت أصلاً. يركبونك في الطيارة ثم يقولون لك انزلي يلا وصلنا. صح ولا لا؟ يقولون يلا انزلوا. وانت عايشة وين بتروحين؟ وين ودي؟ ها؟ مصر. مصر أم الدنيا. الله. إذا رحتي مصر جيبي لنا كشري. كشري وحمام. الله عليك. شوية ملوخية. شوف. رحتي في مصر لكن ايش سويتي هناك؟ شوف. آه يا أمي. ترى أعطوني حلاوة وكلتها. أعطوك حلاوة وكلتيه؟ ما شاء الله. إيه أعطوني حلاوة. أحسبهم لما أعطوك الحلاوة. أعطوني حلاوة سستك. إيش؟ حلاوة سستك. حلاوة سستر. اشتريتها. بعدين أعطيت الناس. حلو، كويس انك توزعين على الناس يعني. ما شاء الله عليها. شو اسمك؟ تيفا. تيفا، تيفا ما شاء الله تقول انا اعطوني حلاوه وزعت على الناس. نرجع للملوخيه والحمام، ايش فيك انت فينا عرض احسن؟ بلا باريس بلا لندن في كشري. انا اعطيت حمام حلاوه وقريم بس تبي تقول لي تبي تسولفي خلوها تسولف. تقول ايه تكلمني تسولف علي تقول ايه دقوا عليك بعد؟ ايه دقت علي. ناظري هنا ناظري هنا ناظري هنا. دقت علي امها. ايه قالت اشتروا لي حلاوه. اشتري حلاوه وخلاص. خلص الموضوع صح؟ ايه. الله يعطيك العافيه. طيب نرجع للكشري حقك والحمام. ملوخيه، في ملوخيه؟ ايش تسوي في مصر هناك؟ اقعد. تقعدين وين؟ في مصر؟ تحبين مصر يعني؟ كم مره رحتوا لها؟ مره واحده حبيتيها يعني من مره واحده. حلو ممتاز. طيب بالاجازه احنا يعني خلينا نقول انه دائما بالاجازه نتعود انه نسوي لنا حاجه تفيدنا بعدين في المستقبل يعني ممكن هذه الاجازه اليوم لما نجلس احنا مع بعض نرتب شغله معينه مثلا يعني واحده تقول انا بدخل مثلا دوره تدريبيه نروح فقره اخبار صغار ستار نرجع لكم بعد هذه الفقره احنا صغار وصرنا ستار